الشهيد تحسين عبد الرضا عبد الحسين. يتعثر الليل بنواياه غامسا نجومه في قعره الدامس، إلا أن إرادة الله شاءت أن تلمع تلك النجوم لتكشف زيف الظلام المنجلي. كذلك كان الأمر للأجساد المضيئة ببذور العقيدة والعزيمة حين تجلت أرواحها إباء من أجل الدفاع عن الأرض. ما أن اشتد وطيس الحرب إلا ورمى مقاتلو فرقة العباس عليه السلام القتالية أرواحهم كالشهب الثاقبة حين ترجم الشياطين. تحسين عبد الرضا عبد الحسين هو واحد من تلك النجوم التي جادت بنورها لتضيء طريق الأجيال حين ارتقى شهيداً بين يدي الله عز وجل. ولد في بصرة الخير وترعرع في أزقتها وشوارعها قبل أن تأخذه الدروب صوب الغربة عام 1991، حين هاجر إلى الولايات المتحدة، لكنه لم يستلذ بالحياة الرخية وفضل أن يعود إلى الوطن ليلبي نداء الفتوى المباركة عام 2014، حيث التحق بصفوف فرقة العباس عليه السلام القتالية مدافعاً عن العقيدة والوطن. شارك إخوته المقاتلين في تحرير الأراضي التي اغتصبتها زمرة داعش التكفيرية، وشهد ما تمناه حين حلقت أرواح إخوته الشهداء، فلم يترك أرض المعركة حتى نال الشهادة، والتحقت روحه الطاهرة بأرواح شهداء معارك تحرير تل عفر. سلام على من اختار جوار ربه فتقبله ربه بقبول حسن لينال حظا عظيما من لدن رب كريم، فهنيئا له الفوز بالجنة التي وعد الله بها الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.